المزيد حول حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري طلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، ولكن ربما أبرز ما حدث اليوم هو وصول المرحلة الثالثة للتحالف الوطني والعمل الأهلي والتنموي. هذه القافلة أو هذه المرحلة الثالثة من القافلة السادسة وصلت بالفعل محملة بأطنان من المواد الإغاثية وتحديدا المواد الغذائية كانت أغلب هذه الشاحنة، بالإضافة أيضا لأطنان من المشروبات الدافئة وأيضا أطنان من المياه وبعض الأطنان من يعني البطاطين والمواد الإعاشية بشكل عام. هذه هي المرحلة الثالثة للقافلة السادسة بعد أن أصبح التحالف الوطني المصري بالطبع وهو يعني ذا صبغة مصرية وهو الأكثر مساهمة في المساعدات الإغاثية لتصل إلى الأشقاء في قطاع غزة. يذكر أن يعني في الفترة السابقة تقلصت حجم المساعدات التي تأتي عبر الدول الأخرى التي كانت تساعد عن طريق مصر لإدخال هذه المساعدات، تقلصت هذه الأحجام الكبيرة التي كانت تأتي من قبل وأصبحت المساهمة الأساسية والرئيسية والأكثر هي من داخل جمهورية مصر العربية. وبالطبع هذا يأتي ضمن المجهودات المصرية المختلفة للتخفيف عن كاهل الأشقاء في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة. نتحدث أيضا عن استمرار الاستقبال المصابين من الأشقاء في قطاع غزة ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية التي حددتها وزارة الصحة، بالإضافة لذلك أيضا سيارات الإسعاف دائما متواجدة ما بين يعني المنطقة الفاصلة المصرية والفلسطينية لاستقبال عدد أكبر من المصابين، فضلا بالطبع عن الإسقاطات الجوية المصرية من جانب القوات المسلحة المصرية لوصول هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في شمال قطاع غزة. وهذه كانت هي الصورة من مدينة العريش ورفح، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.